كابتن عبد اللطيف عثمان واحد من نجوم النادي الاهلي. مبروك يا كابتن عبد اللطيف، بطوله جديده الثلاثيه بنحققها كالعاده للنادي الاهلي. شايف الموسم ده ازاي؟ موسم صعب وموسم شاق، لكن كنتوا على قدر المسؤوليه يا كابتن عبد اللطيف. والله الحمد لله ربنا كرمنا بالموسم ده، كان موسم صعب جدا جدا يعني، وفي مشاكل كتير، الاصابات والمجهود اللي احنا يمكن احنا خلصنا نهائي الدوري وسافرنا في نفس اليوم بالليل ورجعنا لعبنا ماتش كاس قبل افريقيا، وبعد كده خلصنا افريقيا اربع ايام ولعبنا. الموضوع كان متعب جدا جدا النهارده يعني. اللعيبه اللي كانت في الملعب الله يكون في عونها بجد، اللعيبه تعبانه جدا جدا جدا، وقدروا يخلصوا الماتش بالشكل الكويس ده الحمد لله يعني. شوف تحقيق الثلاث بطولات ده ازاي مع التوليفه الرائعه والكابتن محمد مصلحي والعلاقه الطيبه جدا بين الجهاز الفني واللعيبه؟ دي حاجه رائعه جدا وهتفيدنا السنين اللي جايه بشكل كبير يا كابتن عبد الله. والله اقول لحضرتك حاجه يعني، العلاقه بين كابتن ميدو او العلاقه بين كابتن محمد صلحي واللعيبه عموما هي ممكن تكون ظاهره للناس كلها، في اي حد بيتفرج على الفرقه وشايف الراجل قدر يبني فرقه تاني من اول بعد الاخفاقات لمده 3 سنين، قدر يبني الفرقه بشكل كويس وعمل توليفه كبيره، وان شاء الله اللي جاي احسن كمان، والسنين الجايه ان شاء الله معاه احسن واحسن ان شاء الله. توفيقك يا طارق، ربنا يخليك، شكرا.